أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتكام إلى شيوخ القبائل وترك الحكم الشرعي اعتقادا بأن الشرع لن يعطي الحق كاملا لصاحبه؟ هذا حكم الجاهلية، حكم القبائل والأعراف القبلية، هذا حكم الجاهلية. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالرجوع إلى أحكام القبائل وأعراف القبائل هذا حكم الجاهلية الذي حذرنا الله منه، ويجب الحكم أو التحاكم إلى شرع الله. يجب على القبائل، يجب على القبائل أن ترجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى. والمملكة ولله الحمد الآن المحاكم الشرعية في كل مكان، في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل محافظة وفي كل منتشرة. يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية على القبائل وعلى غيرها، على جميع الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من قال هذه العبارة: نحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بمصلحة الدعوة؟ أعوذ بالله، هذا كلام باطل. أعلم من الرسول بما يتعلق بمصالح الدعوة، هذا كلام باطل وكفر، هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنك أن تعرف منه بالدعوة، أن تعرف منه بالدعوة وبأمور الدعوة. نعم، هذا يدخل في المسألة الأولى: من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، هديه في الدعوة وهديه في كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد إذ قال شخص أو إذا قال شخص إن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقول السائل سلمك الله: قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد فإذا قال شخص إن هدي النبي إن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ولم يعتقد ذلك وإنما قاله قولا بكلامه، فهل يكون كافرا؟ نعم، يكون كافرا. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول أو تنقصه أو قال غيره خير منه ولو كان يمزح، ولو كان يمزح، فإنه يكفر. قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لا يجوز المزح في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفي الإيمان في هذه الآية ألا يدل على كفر من يحكم بالقوانين الوضعية من غير استثناء سواء اعتقد أو لم يعتقد؟ قد يكون هنا عذر، هذا هو الأصل، أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا هو الأصل بلا شك. لكن قد يكون هناك أشياء تدرأ عنهم الكفر، هناك أشياء تدرأ عنهم الكفر. نعم، مثل ما فصل العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح يقول سلمك الله قلتم إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح لغير الله أو يندر لغير الله، والسؤال: من ظهر عليه الحكم بالقوانين الوضعية ألا نحكم عليه بالشرك والحالة هذه؟ لا، ما نحكم عليه على طول، حتى نستفصل منه نشوف ما الذي حمله على هذا وما اللي شوف من هو يعتقد هذا أو ما يعتقده، أو هل يستبيح هذا الشيء أو ما يستبيحه، هذا من التفصيل هذا.
لا تأخذون مسألة التكفير ومذهب الخوارج على طول كل كافر وكل، ما يصلح هذا، لازم من التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من رضي بأن يتحاكم إلى غير شرع الله، سواء كان في قضية معينة محددة أو الرضا عموما بحكم غير ما أنزل الله؟ هذا إذا رضي معناه أجاز هذا الشيء، هذا يدخل في الإجازة، إذا أجاز هذا الشيء ورضي به فإنه يكفر، إنه يكفر لأنه رضي بالكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم أحسن الله إليكم قصة الرجل الذي استدان من النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاده الرسول بالإيفاء، فهل هذا يعد من الربا؟ لا، هذا من حسن القضاء. الربا ما كان مشروطا، الربا ما كان مشروطا. أما لو اقترضت من شخص مبلغ من الدراهم إن شرط عليك زيادة هذا ربا، أما إذا ما شرط عليك ولكن عند الوفاء أنت زدته من باب حسن القضاء فهذا لا يعتبر ربا، هذا من باب حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء. نعم، ففي فرق بين المشروط وغير المشروط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يقول إن تطبيق الديمقراطية هو من الضرورة والأهمية في هذه الأيام وإلا أصابنا ما أصاب العراق؟ ديمقراطية مذهب الكفرة، والمسلمون أغناهم الله عن هذا، عندهم العدل، العدالة الإلهية، عندهم العدالة الإلهية، ليسوا بحاجة إلى الديمقراطية كما يقولون. هم يكذبون، ما فيه ديمقراطية، ما فيه إلا الحديد والنار، ما عندهم ديمقراطية، هذا كذب كله. العدالة في الإسلام ولله الحمد، وأما ما يدعون ويتبجحون به هو ما هو صحيح، ما عندهم إلا الحديد والنار ونسف البيوت ونسف لمن لم يأتي على رغبتهم. نعم، نقول لهم اللي يقولون الديمقراطية، نقول وين الديمقراطية في أفغانستان؟ وين الديمقراطية في فلسطين؟ وين الديمقراطية اللي تقولون؟ وين الديمقراطية في الشيشان؟ وين الديمقراطية؟ ما أنتم تنسفون البلاد كلها على أهلها، تقتلون الأطفال والنساء وكبار السن وعموم الناس إذا خالفوا أمركم، وين الديمقراطية؟ نعم. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ معناها واضح، أنه إذا أمر الله بأمر أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يجب عليك الامتثال وليس لك الخيار في هذا، فلتمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من أتى ببدعة يكفر لأنه قد يعتقد أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اعتقد هذا الاعتقاد يكفر، لكن أكثرهم ما هو بيعتقد هذا الاعتقاد، لكن يرى أنه زين، أن البدعة أن حسنة وأن طيبة وأن تقرب إلى الله، ولا يعتقد أن ما أتى به خير من السنة، ما إذا اعتقد فهو بلا شك. نعم، لكن هو زعمه أن هذا الشيء طيب وأنه يقرب إلى الله وأنه فيه أجر وثواب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا أمروا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية والثياب قالوا: لا يناسب هذا العصر، أو أني أخاف أن لا أحد يزوجني، أو أن أتهم بأني إرهابي. والسؤال: ما الحكم والحال ما ذكر، وهل تعتبر هذه ردة؟ في الحال الأولى إذا قال ما يناسب هذا العصر فهو يعتبر ردة، أما في الحال الثانية قال أخاف ما حد يزوجني أو
ما أشبه ذلك فهذا لا يعتبر ردة، لكن يعتبر ضلال وخطأ. نعم، لأنه تركه للخوف، لخوف من الناس، تركه للخوف من الناس، ولا يقول إن هذا ما يناسب هذا العصر، ويقول إنه يناسب هذا العصر، بس أنا ما يمنع منه، أخاف ما أزوج أو أخاف الناس يضحكون من أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر ضلال وخطأ ولا يعتبر ردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك رجل مقيم في دولة تحكم القوانين، ثم سرق ولم تقطع يده فتاب، ما هو الواجب عليه الآن؟ حتى لو في بلاد المسلمين اللي تقطع الأيدي فيها، إذا تاب إلى الله قبل رفع أمره إلى السلطة، إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، وكونه يتوب ويستر على نفسه أحسن أحسن. نعم أحسن، لكن الله. يؤدي، لكن مع التوبة يؤدي الحق إلى صاحبه ويطلب منه المسامحة. نعم. أما إذا وصل إلى السلطان فلا بد من تطبيق الحكم الشرعي، قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينه، فما بلغني من حد فقد وجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وذلك بغير علم، وما كفارة من اعتقد ذلك جاهلا؟ هذا شيء ما يجهل، هذا شيء ما هو بيجهل، هذا شيء واضح، هذا من الأمور الواضحة، ما هو من الأمور الخفية، هذا من الأمور الواضحة الجلية، فلا يجهل مثل هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو توجيهكم لمن وجد مقالة في صحيفة أو في مجلة تدعو إلى حرية الرأي والفكر، ماذا يعمل وما موقفه من هؤلاء الكتاب وما هو الواجب عليه؟ حرية الرأي والفكر في أي شيء، في أمور الدين أو في أمور الدنيا، في تفصيل، إن كان حرية الرأي والفكر في أمور الدنيا فهذا أمر سهل، أما إن كان حرية الفكر في أمور العقيدة فهذا لا يجوز، هذا يكون كفر، يكون كفر كلام من تكلم به وقال الناس إحرار في عبادتهم في دينهم في عقيدتهم، هذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟ إذا كان يعتقد أن هالشريعة اللي هو حق أو هالنظام اللي هو حق مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إطلاق وصف العلمانية على رجل معين يعتبر تكفير له؟ العلمانية كفر بلا شك، العلمانية كفر بلا شك، لأن معناها فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين لله والوطن للجميع، والدين إنما يكون في المساجد بس فقط ودور العبادة، أما الحكم بين الناس ورد الأشياء إلى الشرع فالناس أحرار، يعني هذه هي العلمانية. لكن الاتهام، ما يجوز الإنسان يتهم شخص يقول أنت علماني أنت كذا بدون تثبت وبدون معرفة، يعني مسألة الاتهامات ورمي الناس بهذه الأمور بدون تثبت هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أقيم في بلد عربي ولا يحكم فيه إلا بالقوانين الوضعية، ثم تحصل لي حاجة في المحاكم من قضايا ونحوها، فما هو العمل؟ هل أترافع إليها أو لا أترافع؟ إن كان أنك تطلب حقك ولا تظلم أحدا وإنما تطالب بحقك فلا تترك حقك يضيع، ما تترك حقك يضيع، أما إذا كنت لا تطلب غير حقك والقانون يحميك ويحمي الظلم هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من ينشئ محاكم تحكم بالشريعة ومحاكم أخرى تحكم بالقوانين الوضعية ثم الناس مخيرون،
أين يذهبون، إلى هذه أو إلى تلك، هل يعتبر هذا مرتدا؟ هذا من الحالة الثالثة اللي يقول يجوز الحكم بالشريعة ويجوز الحكم بغيرها، يعتبر هذا ردة عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق في الحكم بغير الشريعة فيما بين القضية المعينة وبين القانون من حيث التفصيل الذي أوردته؟ ما فهمت السؤال، لم أفهم السؤال، ما أدري شو يقول السائل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل كبائر الذنوب مخرجة من الملة؟ لا، إلا عقل السؤال اللي يقولها. أعيده مرة أخرى. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل هناك فرق في الحكم بغير الشريعة؟ هل هناك فرق الحكم بغير الشريعة في القضية المعينة وبين القانون من حيث التفصيل الذي أوردته؟ ما فهمت السؤال، قلوا بعدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل كبائر الذنوب مخرجة من الملة؟ كبائر الذنوب إن كانت شركا أو كفرا فهي تخرج من الملة، أما إذا كانت دون ذلك فإنها لا تخرج من الملة، لكنها تنقص الإيمان، تجعل الإنسان ناقص الإيمان، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهي لا تخرج من الملة، الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة، ولكن يحكم على صاحبها لأنه مؤمن ناقص الإيمان، ويحكم عليه بالفسق، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلد في النار. نعم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ظهر في هذه الأيام من يقول إنه لا يجوز الدعاء على الكافرين، وأن الدعاء عليهم من الاعتداء في الدعاء، وقال إنه ليس في الوقت الحاضر هناك دار حرب ودار إسلام، وأن هذا التقسيم لا يصلح في هذا الزمان لأن هناك مسلمون في أمريكا وفي دول الكفر، فما هو توجيهكم تجاه هذه المقولة، وهل ارتكب صاحبها ناقضا من نواقض الإسلام؟ هذا كلام باطل، هناك دار كفر وهناك دار إسلام، وكون دار الكفر يكون فيها مسلمون لا يجعلها دار إسلام، كون دار الكفر يكون فيها بعض مسلمين أو حتى مسلمون كثيرون لا يجعلها دار الإسلام، حتى يكون الحكم فيها بما أنزل الله، إذا كانت يحكم فيها بما أنزل الله فهي دار إسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الناس هداهم الله يطبقون نواقض الإسلام على بعض الحكام وعلى بعض العلماء، فما الحكم فيهم وما توجيهكم لأمثالهم؟ لا يجوز للجاهل أنه يحكم على الناس بالكفر أو بالإيمان، يجب أنه يمسك لسانه عن هذه المسألة الخطيرة، ولا يتكلم إلا بعلم صحيح، ولا بد من التفصيل في مواطن التفصيل، ولا يجوز الإجمال والإطلاق، لا بد من التفصيل في مواطن التفصيل، وهذا ما يعرفه إلا الراسخون في العلم. لا يجوز للإنسان الجاهل أو المتعالم أنه يدخل في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو قال بعض الناس خلوا أهل البدع على بدعهم والفرق على جماعاتهم ولا تفرقوا بين الناس، هل يكفر بهذه المقالة؟ إن كان يستبيح البدع، إن كان يستبيح البدع إنه يكفر بذلك، لأنه أحل ما حرم الله. أما إن كان لا يستبيح البدع ولكن يقول هي البدع حرام ومحرمة لكن خلوا الناس لا تفرقون بينهم، نقول هذا خطأ وضلال، بل يجب التفريق بين المبتدع والسني، يجب التفريق بين البدعة والسنة، ولا يكون هناك كتمان أو تلبيس على الناس، لازم من البيان ولازم من الدعوة إلى الله وإنكار البدع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
ما حكم الدعوة القائمة اليوم أنه يجب التقريب فيما بين السنة والشيعة وأنهم إخواننا ولهم علينا حقوق؟ وما حكم من قال هذه المقالة؟ يجب في هذه الأمور الرجوع إلى أهل العلم، هذه أمور خطيرة يجب فيها الرجوع إلى أهل العلم وهم الذين يفصلون فيها، ولا يجوز لهؤلاء أن يتدخلوا في هذه الأمور. ومن قال هذه المقالة ألا مخطئ بلا شك وقائل على الله بغير علم، أيدخل في الوعيد الشديد. الواجب على الإنسان أن يمسك لسانه ولا يتكلم في هذه الأمور، ولا داعي إلى أنه ينشر هذه الأفكار على الناس، لأن هذه تغطية للحق وستر للباطل، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الذمي والمستأمن والحربي؟ الذمي اللي يدفع الجزية كاليهود والنصارى والمجوس الذين تؤخذ منهم الجزية، هذا هو الذمي. المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بالأمان ولا يدفع جزية، إنما دخل بلاد المسلمين لعمل أو لأداء مهمة ثم يرجع إلى بلده، هذا هو المستأمن. ما دام في بلاد المسلمين فهو أخذ الأمان ولا يجوز الاعتداء عليه. وأما الحربي فهو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان، هذا هو الحربي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثر الكلام في هذه الأحداث الأخيرة عبر وسائل الإعلام بلفظ المستقيمين ونسبتهم إلى الإرهاب، كما أن بعض الناس ضيق على أبنائه المستقيمين بحجة الخوف عليهم. السؤال: ما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ اللي حصل لا شك أنه إرهاب، ما أحد يجادل في أن هذا من الإرهاب والعياذ بالله، ولكن أنه يوصف هذا بأهل الدين هذا لا يجوز، هذا ما يقولها إلا منافق. أهل الدين ليسوا أهل إرهاب ولله الحمد، بل هم أهل خير وأهل صلاح وإصلاح، ولا يقوم بهذه الأعمال من هو من أهل الدين، ما يقوم بهذه الأعمال الظالمة الجائرة من هو من أهل الدين. وأما إن الناس يخافون على أولادهم، نعم هذا واجب إن الإنسان يخاف على أولاده وأنه يراقبهم ولا يخليهم يضيعون ولا يخليهم يروحون مع فلان وعلان، ربما يكون هناك أفكار منحرفة وضلال ودعاية باطلة فيأخذون هؤلاء الأولاد ويغررون بهم. يجب على أولياء أمور الصغار أنهم يمسكونهم ويحفظونهم ولا يضيعونهم في الشوارع أو في مع فلان وعلان أو الأسفار إلى البلاد الأخرى. ماذا جنينا من أسفار أولاد المسلمين إلى البلاد الأخرى؟ عادوا إلينا بهذه الصفة القبيحة، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين لأنهم ضيعوا وراحوا وتلقفهم أشرار فحملوهم هذه الأفكار القبيحة ورجعوا يخربون في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على أولياء أمور الأولاد أن يحفظوهم غاية الحفظ ويتحفظوا عليهم. نعم. سلام الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التستر على من أراد بالمسلمين أو بهذه البلاد شرا والجهات الأمنية تلاحقه؟ لأننا سمعنا بعض الناس أفتى بوجوب التستر عليهم وحرمة الدلالة عليهم. لا يجوز التستر على من يبيت شرا للمسلمين، بل يجب على من علم بحاله أن يخبر عنه حتى يسلم المسلمون من شره. الرجل الذي كان مع الجماعة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء راح وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نزل الوحي بتصديقه، نزل القرآن بتصديقه. فإذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين فيها شر على المسلمين فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنه، يأخذوا على أيديهم ويكفوا شرهم
عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الشباب يذهبون إلى البر وإلى الصحراء ومعهم الشباب الصغار ليتدربوا على حمل السلاح، ويقولون إننا لا بد أن نكون مستعدين لأي وقت يباغتنا فيه العدو، ما رأيكم في هذا الفعل؟ وهل يبلغ عنهم؟ وما توجيه فضيلتكم؟ هؤلاء ما في شك أن يكون منهم خطر، وهذا مثل ما ذكرنا أنه يجب على أولياء أمور الصغار أن يحفظوهم ولا يتركوهم يذهبون مع من هب ودب. وأما مسألة التدرب على السلاح هذه ولاة الأمور ما يغفلون عن هؤلاء، يتابعونهم والله يعينهم إن شاء الله ويدلهم على الصواب وعلى ما فيه مصلحة المسلمين، هذا من مهمة ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من قام بتفجير نفسه يعد كافرا بهذا الفعل؟ تفجير نفسه هذا قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، من قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إعمال الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب في تنفيذ هذه الوصية، هل هي على عامة المسلمين أم على ولاتهم وحكامهم فقط؟ هذه للحكام، ما هي لعامة الناس. اللي يخرج الكفار من جزيرة العرب هذا للمهمات ولي الأمر، وليس معناه أن الكفار ما يدخلون جزيرة العرب برسائل، يدخلونه بأمان، يدخلونه بمهمات، إنما المعنى أنهم ما يمكنون من الاستيطان في جزيرة العرب والتملك فيها، أما أنهم يدخلون بمهمات مؤقتة ثم يرجعون، أو المسلمون يستدعونهم لعمل يحتاجون إليه، فهذا ليس لا يدخل في النهي، لا يدخل هذا في النهي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا جماعات تقول إن الشيخ ابن باز كافر وأن ابن عثيمين كافر، فما واجبنا تجاههم؟ وهل نبلغ عنهم؟ هذا كلام باطل ولا يحتاج إلى كلام على من قال هذه المقالة، إنه كلام باطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولا يضر ابن باز ولا يضر ابن عثيمين الكلام هذا، إنما يضر من قاله ويرجع وباله على من قاله. نعم. أحسن الله إليكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.